السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة عالم أم يارا. اليوم إن شاء الله غدا نحضر معكم وصفة للشعر، تجربتي مع المغلي حبة السوداء والقرنفل. صراحة وصفة رهيبة، من أفضل الوصفات الأمينة جدا ومجربة وفعالة لمساعدة في زيادة طول الشعر ونمو وتكثيف في وقت قياسي. كنتمنى تجربوها، راه كتجي أكثر من رائعة. وهاد القرنفل وحبة السوداء كيحفز الخلايا الشعر وكي ملأ الفراغات ديال الشعر، ومشاكل جميع المشاكل ديال الشعر، كيطيح لك الشعر، ما عندك الصلع ديال الشعر، حتى هي هاد الوصفة راه مفيدة وتعالج مشكل الشيب. كنصح بها الكثير، فهي دواء كل داء، وايضا كتساعد ايضا على منح الشعر لون طبيعي. ملي كنضيفوا القرنفل على حبة السوداء فان فوائده كتضاعف وكتجعلها الامثل لحل مشاكل الشعر. دابا غادي ندوزو ان شاء الله باش نحضروا الوصفه ديالنا. كناخذوا القرنفل وكنزيدوا حبه السوداء. الحبه السوداء كتكون الاوريجينال، كتكون مفتحه كما كتشاهدوا. الحبه السوداء تكون النوع الجيد صافي. وكنزيدوا الماء الكافي على حسب القياس ديال شعركم صافي. وكنوضعوه مباشره فوق النار حتى كيولي لينا كيغلي لينا الخليط، وكيولي اللون كيتبدل، كيولي اصفر. دابا غادي نخليه حتى كيغلي تماما وكيغلي مزيان. كما قلت لكم كيولي اللون ديال الماء اصفر. بعد ما غلات لينا الوصفه ديالنا كما كتشاهدوا الماء تبدل اللون ديالو ولا اصفر. دابا غادي نخليه واحد شويه ونطفي عليه النار ونخليه حتى كيبرد، وكنوضعوه في بخاخ. بعد ما برد لينا الخليط وصفيناه وضعناه في بخاخ صافي، كنوضعوه مباشره في الشعر. اي وقت كنوضعوه، في الصباح، في العشيه، في الليل، دائما كنوضعوه فيما كدوري كترشي في شعرك وكتعملي مساج. هاد الوصفه راه خطيره، تساقط الشعر ونمو الشعر وتكثيف الشعر في وقت قياسي. كنتمنى تجربوا هاد الوصفه، راه وصفه خياليه الصراحه، جد رهيبه. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم هاد الوصفه وتجربوها وتردوا عليا الخبار. ما تنساوش تشاركوا في القناه اللي باقي ما مشارك يشارك، ودعمونا باللايك وبارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم واحبابكم. مع السلامه، فيديو جديد وفكرة جديدة إن شاء الله.